السلام عليكم. مساكم الله بالخير يا شباب. مساكم النور والسرور. عدل جلستك يا محمد. شلون اموركم؟ شباب الان اننا تجاوزنا الشهرين في البزنس اثنين. الحمد لله النتائج مطمنة جدا من ناحية الجمهور، من ناحية برضو ما تقدمون، اهتمام الناس فيكم ومتابعتكم، ولا الحمد لله الأرقام تتحدث عن هذا الأمر. وهذا برضو يا شباب يعطينا مسؤولية، أنه لابد أن نكون في مستوى هذه الثقة ولا نغادر البرنامج. الآن وصلنا إلى المنعطف الأخير اللي فيه حسم النتائج وحسم المراكز والحفاظ على النقاط. لازم أن أكون حريص على نقاطي وعلى درجاتي علشان ما بروح في الستة اللي كل أسبوع وأنا معيش الجمهور واللي يحبوني تحت ضغط. تقريبا باقي 4 أو 5 برايمات وبعدها عاد على الستيج النهائي والتكريم. ولا المتسابق الذكي ويحافظ على بقائه بعدم التجاوز في المفردات او في الالفاظ او في الكلام اللي ممكن يوديك البرايم. ترى مو بشرط اني انتظر دخولية تركيا عشان يجي يخصم علي. انا في شباب كلمت وخصمنا عليهم بسبب عدة جدار ولا سبب طفاية وقلت اخصموا عليه كذا. مو بمسألة تركينا ما جاء ان الخصم ما صار، لا غلط. انا قلت اكبر عدو للمتسابق الخصم الخفي اللي ما يدري عنه. بعض الاحيان تشوفك انت محافظ على صلواتك، محافظ على الفقرات، وتشوف نفسك مع الستة البرايم، تقول شلون؟ لانك جالس فوق الجدار يا محمد ناصر، ولا جالس تلعب بالطفاية، ولا جالس في مخالفات معينة. في الأخير تتفاجأ تقول ليش أنا رصيدي بهالشكل؟ خلاص الآن البقاء الأفضل.